درت بزاف ديال الحوايج خايبين في حياتي، وفي ما تنغمض عيني وتنحاول ننسى تيزيدوا يبانوا ليا واضحين، حالا جايين يشهدوا فيا قبل ما نطلق الانفاس الاخيره ديالي. حياتي كامله ولا تنهب وتنشفر وتنعس ديما مرتاح، عمر سكنني التأنيب الضامر اللي جاني في هاد الاوقات الاخيره ديال حياتي. هادي جوج سيمانات وانا شاد الفراش، واخا عندي بزاف ديال الفلوس حتى شي سبيطار ولا كلينيك ما قبلوا لي، قالوا لو ما تسيت تحسم المصير ديالو ومن الاحسن يموت في دارو وفي وسط ولادو. الفرصة ديال الفيديو غيكون هو منصة التداول بوكيت اوبسيون. بوكيت اوبسيون واحد المنصة ديال التداول اللي سهلة في الاستعمال، مديورة للناس اللي عندهم تجربة و حتى الناس يلاه اللي مبتدئين. دونك بوكيت اوبسيون حاطة واحد البلاتفورم سهلة بزاف، بالنسبة لأي مبتدئ غيدخل 5 ديال الدقائق غيفهم البلاتفورم كيفاش خدامة. وبالنسبة للتسجيل في هاد البلاتفورم سهل بزاف، غياخد منك 2 دقائق، يا إما تتقيد بواحد الميل والمود باس ديالو، يا إما تتربط لو كونت ديالك ديريكتومون مع جيميل و تعطوك هاد لوبسيون تحت. بالنسبة للإيداع تقدر تستعمل بزاف ديال الطرق ديال الإيداع، تصورك على ديبوزيت وتتعزل يا اما الكارت فيزا ديالك، ولا تقدر تصيفط اليو اس دي تي لهذيك المنصه. والمنصه تقبل بزاف ديال الطرق ديال الايداع بحال بار اكزومبل بيرفكت موني، ويب موني، وموني بيرفكت. اما بالنسبه للطريقه تسحب المنصه، تعطوك واحد ليفونتاي بزاف ديال لو شوا، يا تستعمل الكارت فيزا ديالك اللي استعملتي في الاول، يا تقدر تصيفط فلوسك لمنصه اخرى فيا دي كريبتو بحال اليو اس دي تي. والحاجه المهمه اللي في هذه المنصه، تخرج فلوسك بلا كوميسيون كونترالمون على لي بلاتفورم الاخرين، يعني 0% ديال لا كوميسيون. الاخوان الناس اللي تهتموا المبتدئين ولا الناس اللي عندهم تجربه ولا كنتي تهتم في الدومين ديال لي كريبتو، انا خلي لكم لو ليان في اول تعليق ونرجعوا دابا للقصه ديالنا. اطون في السبيطار ساك ديال بلاستيك عامر كله مورفين، هو اللي عايش به 3 ساعات ولا 6 سوايع، تعطوني دوزه جديده، كانت مساله وقت. حتى هذاك المورفين باش نودع هذا العالم اقل الاضرار وبلا ما نتعدى. البيت ديالي كانت فينا موسيه مقابله مع واحد المكانه كبيره، هذوك الما قالوا قدام الموريات ديالهم تيديروا بزاف ديال الصداع، كل ثانيه تدوز، كانت بحال شي مسمار تيدق في القبر ديالي. واخا عيطت على ولادي باش يحيدوها قدامي، بقى راس خليا الصوت ديالها في ودني حتى لاخر لحظه. دوز حياتي كامله تنجري مورا الفلوس، كانت يسحب لي راسي عايش، تنوض كل صباح بحال شي زومبي، عيني خارجين على الصفقات والمقاولات. استوليت على اراضي ديال الماليه ورشيت بزاف ديال الناس، شحال من مره خرجت من المحاكم ضاحك مع المحامي ديالي، هارف على ارض ومسافت مولاه الحبس، ومشرد معايا بزاف ديال اللعبات القمه ديال اللعبات. ابلي الشخصية وما كاش متفق معايا في هاد الافعال. المدينه الصغيره اللي كنت ساكن فيها كانت فيها كنيسه وحده، عمري ما حطيت فيها رجلي، كنت واحد الانسان تيامن بالماديات، والعلاقه الوحيده اللي كانت تربطني مع الناس الى دوك الكنيسه هي من نتيجه الانتخابات الجهويه. لا بالمسؤول ديال الكنيسه كانت كلمته مسموعه، تياخد طرف كبير ديال الفلوس في وسط الكنيسه وتيشدهم تحت التمثال ديال المسيح، لا يشهد فينا بجوج من الموت. المدينه اللي كنت ساكن فيها الناس فيها متدينين بزاف، وداكشي علاش هادي 15 عام وانا تربح الانتخابات. القس ديال الكنيسة كان داير خدمتو معايا مزيان، وقدرت ندخل لهم الرشوة الأقدس بلاصة تيمشي لها شي مسيحي. فوسط هداك البيت فيما كنت نغمض عينيا تنحس بواحد الخيال بالجنب ديالي، هادي 3 أيام هو واقف عليا، عارفو كاين حدايا وما زعمش نشوف ليه فوجو، كان وقيلة تيجسد الأعمال الخبيثة اللي درت في حياتي و تتسنى يجي الوقت المناسب باش يبدا المهام ديالو. اخر دوزه ديال المورفين خديتها نهار السبت مع الجوج ديال الصباح، والمأساة ديالي غيبداو نهار الحد مع 11 ديال النهار. ما بقاش غرام ديال المورفين في المدينه اللي ساكن فيها، كانت مدينه مجموعه فيها سبيطار صغير وكلينيك، يوم يقلبوا لي ولادي عليها في الفارماسي، وفي الاخر رجعوا بيديهم خاوي وما كان عندي حتى شي حل. كان خاصني نواجه الأول مرة المرض القبيح اللي كان ساكنني، مرض ما تيعرفش الرحمة، كان تيتعامل معايا بواحد القصور، تتعاش ولكن ما تتوصفش، وقيل نفس الطريقة اللي كنت نتعامل بها مع الناس، ني كنت صحيح وباقي واقف على رجلي، كل 5 دقايق تنحس بالروح ديالي باغا تخرج، ولكن تتقول لي باقي ما تعذبتيش بما فيه الكفاية،
مازال مقصرين بعضياتنا. كنت نحس بالعافية شاعلة لي داخل صدري، وكل مرة تتحول لبلاصة أخرى باش تنوع لي شوية من العداء. الحاجز الوحيد اللي كان بيناتنا هي هذيك المورفين اللي كنت ناخذ. ودابا تعرفت على المرض ديالي شخصيا. من يتوصل الإنسان لواحد النقطة من العداء ما تبقاش متشبت بالحياة، تبغي يدوز الحوايج خرين. عيت ما ندور في راسي باش نشوف هذاك الخيال اللي كان واقف عليا، نقول ليه يدير هذاك الشي اللي جاء على قبله. انا موجود وخاصة نمشيو دابا، ولكن هذاك الخيال ما كانش عنده وجه، كان باقي ما جا الوقت باش يبين ليا وجهه. واخا ما كانش يهضر، حسيت بيه تيقول ليا من الاحسن بقى صابر، باقي ما شفتيش اش تتسناك واش جا الاخر. بقيت في هذاك العذاب حتى نهار اثنين في الصباح، وجابوا ليا طبيب ودق ليا الدوزة ديالي، وتماك حسيت بواحد الراحة مؤقتة. شديت لي في ذراعه وقلت لي مبقيتش قادر، عطيني دوزة كبيرة، عيت من هاد الحياة وبغيت نمشي في حالاتي. ولكن المشكل هما القوانين ديال البلاد اللي ساكن فيها، ما كانوش يسمحوا بالوطنازي، وباقيين تعتبروا جريمة في حق البشرية. هذيك الليلة جابوا لي القس ديال الكنيسة، مرتي كانت عارفاني شنو درت في هاد الدنيا وكيفاش جمعت عليا الفلوس والذنوب. جابت لي هذاك القس ما تعرف ندير ولا نقول شي حاجة زوين قبل ما نودع ومشي للجهة الاخرى. هذاك القس كان هاد الصليب ديال العود، وحطوا لي حدا راسي وبدا تيقرا لي في ودني هذوك الدبدبات اللي كانوا تيخرجوا من فمو، كانوا تيعبروا على اسوأ خصلة كاينة في البشرية وهي النفاق. هذاك القس دوز ربع ديال حياتي تنرشي فيه، وتنرشي فيه في اقدس مكان اللي تتعبدوا فيه الناس. البلاصة ديالو كانت في جهنم معايا، ولكن ما كانش عندي الجهد باش نجاوب، ما قدرش قاع نشوف ليه في وجهه، كانت يخلع كثر من هذاك الخيال اللي كان واقف عليه. ولدي الكبير كان يشبه ليا بزاف، نورمال التربيه ديالي، عاقب الفيلم ويهز هذاك الصليب من الناموسيه وخرج هذاك القس من الشومبر، قال لي بغينا نعيشو اون فامي اللحظات الاخيره مع بوانا. ناسب هذيك الدوزه ديال الطبيب 12 ساعه متابعه، وفي العشيه ديال نهار الثلاث ضرباتني الفيخ، كان ضرب واحد الشميشه زوينه فوق الناموسيه، وفقت مزيان ما حاسب حتى شي حاجه. كنت كاع باغي نوقف باش نمشي للخدمه، هذيك صار من عام ما حسيتش بهاد الحيويه والنشاط. ولكن المشكل اللي كان عندي ما كنتش قادر نحرك لا يدي لا رجلي، واقيلا كان المفعول ديال المورفين، خديت بزاف ديال الدوزات هاد اليامات، وتم الالم اللي كانوا في الصدر ديالي وما كانوش يخلوني نتنفس، ما بقيتش نحس بهم. فهذيك اللحظه تمنيت يدخلوا عندي ولادي ومرتي باش نقول لهم بلا باكم ولا مزيان، ولكن ما فهمش اش كانوا تيديروا. كنت اسمع شي اصوات خافته مورا الباب وشي ناس من العائله يواسيو المراه ديالي. فهذيك اللحظه ما كرهتش نوض نشعل شي كارو، بديت نكمي مني. كانت عندي 16 عام وعاش معايا صديق سوء تدرس 65 عام، واخا وصلني لهاد الحاله ولا جزء كبير من حياتي. فهذيك الشومره اول مره كانت يبان ليا كلشي ناصح، ما بقاش فيها هذيك ريحه المرض والموت، وما بقيت نسمع الصوت ديال هذيك الساعه اللي كانت مرصداني، وتا الخيال اللي كان واقف عليا شاف حالته بلا ما نشوف وجهه. فوس هذوك التساؤلات غادي تحل الباب ديال البيت، كانوا بزاف ديال الناس وكلهم تنعرفهم من العائله ديالي. الحاجه اللي ما فهمتش علاش كانوا لابسين كلهم كوستيمات كحلي، ومرتي لابسه الكسوه والشاب اللي تتمشي بهم للكنيسه كل احد. كانوا كلهم تهضروا مع الطبيب اللي عطاني الحقنة الأخرى ديالي، جبت واحد الورقة من الباليزة ديالو وبدا تيعمر المعطيات ديالي. كانت مرتي عطاتو لاكارت ديدونتيتي، وما نشوف الأولى عرفت اش تعني هاديك الوثيقة، كانت شهادة الوفاة. عيت ما نحاول نقول لهم راني باقي عايش وفي صحة جيدة، ولكن الفم ديالي ما قدرش يخرج حتى شي كلمة. 20 سؤال طاحوا ليا في راسي، واش الموت ساهلة لهالدرجة؟ واش غيطرى من يصيفطوني للقبر؟ اخر وجه غنشوف قبل ما يتسدو عيني كان ديال ولدي الكبير. اول مره غادي نتابه ليه مزيان، وغنلاحظ بلي تيشبه ليا بزاف ملي كانت عندي 30 عام. ما كرهتش نبقى نشوف فيه حياتي كامله، ولكن اللي يدي الطبيب تحطات ليا فوق راسي، سد ليا عيني وخشاني في ظلمات جديده عليا،
عمري ما عشت. اخوان اخوات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اول حاجه نتمنى ما تكونش ضرباتكم الكآبة بعد الحلقه واحد لانها كانت ضارك بزاف. دوك الاخوان درت هذا الفيديو هذا باش ندير واحد التنبيه كبير بالنسبه للحلقات اللي يجيو. ما عرفتش واش حلقه جوج ولا حلقه ثلاثه ديال الحلقات اللي ندير في هذه السلسله الصغيره، ولكن خاصني كوميم ندير واحد التنبيه لان غادي ندخلوا في واحد العالم موازي في الحلقه جوج. ودونك بغيت ندير ناخذ راي ديالكم واش غادي ندخلوا في هذا العالم الموازي ولا لا. العالم الموازي هو الحياه بعد الموت، وبغيت ناكد على واحد القضيه. داكشي علاش دايره التنبيه، لان هذا العالم الموازي ما يكون عنده حتى شي علاقه مع الديانات، يعني لا المسيحيه لا اليهوديه لا الاسلام. هذا واحد نوع من المحتوى اللي نقدر نعتبره بحال المحتوى ديال ساينس فيكسيون. دونك الحياه بعد الموت شنو غيطرى على داك السيد اللي شفتو دابايا، ودونك غيكونوا دي ديسكريبسيون اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع الديانات. دونك قولوا لي الاخوان في التعليق واش ناخذوا في هذا النوع ديال المحتوى في الحلقه جوج وحلقه ثلاثه، ولا نحبسوا ديجا في الحلقه واحد وندوزوا للمحتوى اخر. هاد القصه الاخوان صافي لونطون اللي كاتبها في الوورد ديالي، كانت واحد كنت كاتب كل مره تنكتب طرف منها، ودونك جا الوقت باش نبارطاجيها مع الناس اللي تعجبهم المحتوى تاع بالقبل. دونك قولوا لي الاخوان واش ناخذوا في هذه الحلقه جوج، حيت ما بغيتش تعاليق اسلاميه، حنا كنا مسلمين وداكشي. ويقول لي كيفاش انت يا قدرتي تعطي دي ديسكريبسيون على شنو طرا في الجهه الاخرى حتى شي واحد ما تعرف. وبورتون شيوخ ديال الاسلام تعطيو واحد النظره اسلاميه على شنو تيطرا من بعد الموت. الا مشيتي عند شي قس مسيحي غادي يعطيك حتى هو النظره ديالو. ودونك انا بغيت اجوتي النظره ديالي اللي غتبقى واحد النظره عندها علاقه مع السيونس فيكسيون، ما عندها حتى شي علاقه مع الديانات. الحمد لله حنا مسلمين وعارفين اش يتسنانا مورا القبر. دونك الاخوان بغيت الراي ديالكم في هذه الحلقه جوج، لان ما بغيناش نجبدوا صداع مع متابعين، وكاين شي متابعين اللي عندهم ليسبري اثروا بزاف، دونك ما يقدرش يتفهم شي حاجه فنيه وشي حاجه دينيه. دونك في هذه السيزون في هذه الحلقه جوج نقدر نتطرق لبزاف ديال الحوايج، ولكن ما نجبتش الذات الالهيه، ما نجبتش عذاب القبر، ما غاديش نجيب بزاف ديال الحوايج، ما نجبتش الرسول، ما نجبتش الانبياء. انا اصلا الاخوان ماشي مؤهل باش ندوي في هذه المواضيع، هذه المواضيع عندهم الناس ديالهم. دونك اللمسه ديالي غتكون واحد اللمسه فنيه اللي عندها علاقه بحال تتفرج في واحد الفيلم ديال السينما، والهدف ديالها الاول هو التسليه كما الفيديوهات ديالي كاملين. دونك الاخوان اول مره بغيتكم تقولوا لي في التعليق واش نمشيو في هذه الحلقه جوج ولا ندوزو شي محتوى اخر. كان معكم رشيد من قناة بيرقابان، شكرا لكم والى الحلقة المقبلة.